سلام، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين في حياتكم، تكونوا في تمام الصحه والعافيه. وانتم تشوفوا في هذه لا فيديو البنات، اليوم جبت لكم كروكي، يعني كروكي جبت لكم وصفه لاصحاب المشاريع المصغره، وصفه الكروكي المحلات. هذه الوصفه يعتمدوها بزاف المحلات على برا، كما شفتوا تمد اللون الذهبي في ليكوتي منه ومنه، وتجي بزاف بنينه، تجي هايله. كوسوا يعني تحبي ديريها للفطور، تحبي ديريها يعني كمشروع، هذا الشواء ليك. جربوا راح تنجحوا فيه، يعني من اول تجربه راح تنجحوا فيه. وهذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى انها تعجبكم البنات. انا خليكم دركا مع المقادير اذا حبيتوا يعني تشوفوا الفيديو، وهذه هي الطريقه. هنا نبداو في الفيديو تاعنا. شوفوا البنات انا واش نحتاج هنايا، عندي ربع بيضات، نحتاج هنايا ثلاث بيضات وبياض. صافي الصفار احنا راح نخليه من بعد، راح نكسر هذو البيضات قبل هما الاولين. ها هكذا كما شفتوا هكذا، هذه الثالثة ولا كاتخيام، هذه الرابعة راح ندير منها البياض برك. هنا شوفوا راح نستعمل البياض برك. صافي انا الصفار هنا نحتاجه، راح ندير به يعني من فوق هكذا. هنا عندي لافاني كما شفتوا مغرف كبيرة، وهنا هذا الصفار راح ندير فيه الصفار كما شفتوا هذا الصفار راح نوخره بجيه. راح نستعمل هنا شوف كيما شفتو ثلاث بيضات، وعندي البياض ولافاني، وهنا راح ندير السكر، سكر عادي كيما شفتو درت كاس كومبلي. وهنا راح نبدا نضرب. صافي ضربي هذا البياض البيض كامل. وهنا البنات نبدا نضرب في البيض تاعي حتى السكر هذا كامل تحسيه ذاب بهذه الطريقة. يعني راح تدي معاك وقت، اكيد راح تدي معاك وقت وتي تضربي فيها وكامل، مي نورمال باش تحصلي على نتيجه مليحه ومرضيه هكذا. شوفوا البنات راح نضربها وراح نرجع لكم. كيما شفتوا هنايا بقيت نضرب فيها حتى كامل لونها تبدل. شوف كيفاه تبدل اللون تاعها حتى يولي ابيض هكذا، يعني تضرب السكر تاعك ذابلك. هنا واش راح نديرو؟ راح نديرو الزيت. شوفوا بالنسبه للزيت ما ديريش دفعه واحده، ها هو راه كاس تاع زيت كيما شفتوا عندي هنا كاس، مش راح نديرو دفعه واحده، راح ندير كيما نقولو بالقطره، مش بالقطره بشويه كيما نقولو كيما المايونيز ولا هكذا. تبقاي ديري او ميم طون ضربي باه ما يخرجكش الزيت على برا في العجينه تاعك هكذا بشوية وتخلطي. هكذا كيما شفتو راح نزيد الكمية الأخرى، هذه درت كاس غير أصبع هنا تاع زيت، مدرتش كاس كومبلي، درت كاس غير أصبع تاع زيت. وهذه هي راح نضرب، نبقى نضرب فيها هكذا شوية برك، مش حاجة مش بزاف كيما البيض والله. وهنا صاي نورمالمون صاي سي بون، شفتني هكذا. هنا واش راح ندير البنات؟ شوف هذه المرحله واش راح ندير. هنا شوفوا البنات عندي هنا الخل، خل عادي كما شفتوا الخل العادي، راح ندير ميز مغرف. الخل هنا راح ينحي لك هذيك البنه تاع البيض، او ميم طون راح يطري لك يعني الكروكي تاعك. هنا درت مغرف كما شفتوا، راح نضربها حاجه خفيفه برك قسم الخل تاعك يعني يمتزج مع المكونات. ومن بعد هنا شوفوا عندي الفرينه، بالنسبه للفرينه هنا عندي راح نقيس معكم عدد الكيسان تاع الفرينه. هنا عندي اولا الكاس الاول، ها هو الكاس الاول، ها هو راه درتو. وندير دو باكي تاع خميره، خميره الكاطو عندي دو باكي، عندي زوج باكيات، زوج اكياس تاع خميره الكاطو. هاي برا هذه الباكي الاول، وراح ندير دوزيام الباكي الثاني، يعني الساشي الثانيه تاع الخميره هكذا. راح نفرغها كيف كيف. هنا الشرط انكم ديروا الفرينه هي الاولى، ومن بعد ديروا هنا الخميره باه هك يعني باه الخميره تاعك تدي تمد النتيجه. المرة الأولى راح نضربها هكذا كيما شفتو بالفوي عادي هكذا باه تمتزج. درت الكاس الأول برك تاع الفرينة، ومن بعد دوكا نزيد الباقي
هكذا. هذا الكاس الاول راح نزيد الثاني. هذا الكاس الثاني كيف راح نخلطو، راح نخلطو بنفس الطريقه كما شفتوا هكذا. هي من الاحسن ان نستعمل يدي، مي مازال الخليط تشوفوا مازال طري. دوكا نشوف نزيد لها الفرينه ونشوف هكذا بهذه الطريقه هذه هكذا. هكذا راح نزيد لهنا نورمالمون درت زوج كيسان، راح نزيد الكاس الثالث. هذا هو الكاس الثالث، راح نزيد كيف الكاس الرابع. وهنا هو الكاس الرابع صافي، درت هنا ربع كيسان. راح نزيد هنايا الكاس الخامس ونشوف، نخلي احتياط برك. هنا هذا هو الكاس الخامس، راح نحطو دوكوتي باش نستعمل. هنا شوفوا البنات راح نح الفول كامل، مش راح نستعملها لان العجينه دوكا ولات يعني عجينه يزن عجينه دوكا بيدي. شوفوا هكذا ونبدا نعجن فيها. كما تعرفوا العجينه تاع الكروكي ما تجي طريه بزاف، ما تجي يعني قاسيه بزاف، يعني حاولوا انك تجمليها برك كما شفتوا هكذا. نجملها ونشوف هكذا، نجملها ونشوف. راح نلمها البنات ونرجع لكم. هنا شوفوا راني بعد لميتها مازالت طريه، لازم نزيد لها شويه تاع الفرينه من الكاس الخامس. هنا راح نزيد شويه ونشوف، شوف اسكو راح تكملي ولا لا. هكذا وهنا شوفوا العجينه بعد ما تلمت لي لميتها مليح، ما خليتهاش صافي طريه بزاف كما شفتوا هنا، ما تكونش طريه بزاف وما تكونش قاسيه بزاف. بالنسبه للكاس الخامس شوفوا هنا اصلا هكذا دات لي هنا كاس غير هكذا نص صافي، النص تاع الكاس برك قيس ما درتو ولميت به العجينه. معناتها دات لي ربع كيسان ونص كاس الخامس، ربع كيسان ونص. هنا جبت البلا راح نستعمل فيه راح نطيب فيه الكروكي. واش راح ندير فيه هنايا؟ راح ندير فيه راح نديرو هنا شويه تاع زيت برك، ندهنو بالزيت. اذا كان ما عندكش ورق الزبده ولا ديري نورمال زيت بهذه الطريقه. يعني شوفوا البنات راه كاين بزاف المبتدئات ما يعرفوش، مثلا كي تقول لها ديري طبقه تاع زيت وطبقه تاع فرينه ما هيش راح تعرفها، تقول لك واش معناتها كيفاه زعما واش راكي تقولي. هكذا شوفوا راح ندهنو كامل بالزيت عادي كيما شفتوا زيت سونغو هكذا، وراح نديرو شويه تاع فرينه. وهنا درتلو الفرينه عادي كما شفتوا، راح نحاول نمشي هذه الفرينه كما شفتوا هكذا، راح نمشيها كامل هكذا هكذا. يعني راني نمشي معكم خطوه بخطوه، كاين بزاف ما يعرفوش، قلت لكم انا عارفوش من بون دو لاكويزين. هاني نوريكم بشويه هكذا راح يعني تخطيها بالطريقه. وهذه الفرينه الزايده اللي تشوفي فيها راح نرجعها يعني نحى على برا ونخلي برك هذه كانها طبقه ورق الزبده. هنا شوفوا عندي الصفار البيضه اللي كنت ديجا خليته، درت له هنا شويه تاع حليب، حليب بارد عادي. وهنا راح هذه الصفار راح يعني نخلطه مع الحليب هكذا بهذه الطريقه حتى يمتزج كامل مع بعض. دير شويه برك تاع حليب ما تكثريش. وهنا واش راح ندير؟ عندي هنايا الكو تاع الكراميل ولا نسكافي كيما تحبي. انا هنا عندي نسكافي، تحبي كراميل تحبي نسكافي يعني لو شوا ليك. المهم تنكي هذاك البيض راح ديري يعني قطره برك هكذا كيما شفتوا. هنا عندي الكو تاع النسكافي البنات، وهنا عندي الكاكاو، كاكاو درت هنا كاكاو ماغون، تحبي كاكاو نوار تحبي كاكاو ماغون، من احسن ماغون هذا مليح. هكذا درت مغرف صغيره برك. ومن بعد نبدا نخلط في هذا يعني في هذا المزيج مع بعضه. يعني نصحن شويه برك صغير ما نصبتش نخلط مي نورمال. راح نخلطو درك البنات وراح نديرو هو اللي يعني نطلي به الكروكي تاعي من فوق. هنا هذا هو الخليط بعد ما خلطتو، شوفو كيفاه يجي كأنه خليط كريمي. راح تدهني به الكروكي تاعك من فوق، هذه هي راح نوفرها دوكوتي. راح ندير العجين هنا البنات، شو راح ندير؟ راح نعاون يدي هنا شويه تاع زيت برك، ندير شويه برك تاع زيت هكذا راح نديرها في يدي وراح نستعمل هذه العجينه.
بالنسبه للعجينه هذه راح ادير لي يعني 3 بول ولا 3 بول هكذا. راح نقسمها هنايا 3 بارتي، راح نقسمها على 3، هذه الاولى وهذه الدوزيام والثروازيام هكذا. هنا راح نلمهم هكذا تيبول، نحاول اني نديرهم حربوش هكذا بهذه الطريقه هكذا. هذه الاولى، الدوزيام حسيتها شويه كبيره هنا هكذا مليحه. هذه الدوزيام الثانيه وهذه الثالثه. مش شرط انهم يجوا كامل قد بعضاهم ولا عادي، حق كما نعرفوا الكروكي اي شكل راح ينجح هكذا. هذه جات شويه صغيره، معليش نورمال هكذا هكذا. انا وصلنا بشويه، نحاول اني نقيسهم قد بعضهم هكذا. حسنا هكذا وهذه شوفوا هنا راح نحلها، راح نوخر هذو وأمام تو نحل هذي ونجيب البلا. أنا البنات شو راح ندير، ما ديريهاش ديراكتومون هنا في البلا وراح تحليها في البلا، نو حليها قبل هنا في البلان دو طرافاي تاعك يعني. ولكن حابة تخدمي تحليها قبل هنايا، لأنه أنا مش راح ندير ورق الزبدة. كون ديري ورق الزبدة عادي حطيها وبديي خدمي فيها في ورق الزبدة، مي أنا مش راح ندير ورق الزبدة، راح ندير هكذا. حاولي انك تسقميها هكا، تسويها وتهزيها كيما شفتوا هكذا، الطريقه تجيك سهله مش صعيبه. ومن بعد راح تحطيها في البلا هكذا، راح نسويها هنا في البلا. كيف راح ندير لا دوزيام باه يعني نكمل مره واحده دوزيام هكذا، راح نديرها كيف هكذا. حاولوا انكم ما ترقوهاش بزاف، تخليها شويه غليظه بهذه الطريقه. وانت حسب الكونتيتي تاعك، اذا كنتي حابه ديري كيما شفتوا ربع بيضات ديري ربع بيضات، اذا كنتي حابه يعني كونتيتي تكون لك كبر ولا عادي كثري البيض. او ميم طون اخدمي بالمقادير اللي مديتهم هكذا. راح كيف راح نحطها في البلا ونسويهم هنا في البلا. شوف الطريقه هكذا هكذا بهذه الطريقه كيما شفتوا هنايا. هنا كيف راح ندير البنات، هنا ما تخلوهمش كيف شتو كيف دايره، نو ابقى يسقمي فيها برك منها في الحاشيه هكذا، ابقى يسقمي فيها برك في الحاشيه هكذا باش تجيك يعني حاجه مفينيه وحاجه مليحه هكذا. هكذا كيما شتو حاولي انك تسيق ليها هكذا. الكروكي هذا يجي بزاف بنين، يجي خفيف يعني ويقنع صراحه. انا يعني عندي ايامات وانا ندير فيه قلت علاه لا ما نديروش في القناه احسن، يعني ميم البنات وهاك الناس الكل يستفادوا. هنا واش راح ندير، راح ندير البيض اللي كنت ديجا خدمته يعني اللي خدمته معاكم هكذا بهذه الطريقه. احنا نكمل هذه هي الاولى ومن بعد نروح لا دوزيام. هنا ديجا تكوني مسخنه الكوزين يا غالي 180 درجه، تشعلي غير من تحت تشوفيها بدات تتنفخ ويعني تدي هذاك الفوليوم داك الحجم تاعها. راح تطفي عليها من تحت وتشعلي من فوق وتخليها تدي اللون الذهبي. راح نوريكم واحد الطريقه بزاف هايله اللي يستعملوها اصحاب المحلات. كما نعرفوا اصحاب المحلات عندهم طريقه سبيسيال، ما يخلوش الكروكي تاعهم بيض يعني يعطولو هذاك اللون الذهبي في لي كوتي. راح نوريكم طريقه بزاف تعجبكم هكذا بهذه الطريقه. هنا صافي صايي، هنا نورمالمون كملتها هكذا. هنا راح ندير لها لمسه كيما نقولوا ديكوراسيون خفيفه برك هكذا، ديريها شغل طرق هكذا. وهنا كيف ديري لها هكذا البنات. ما تشوفوهمش هذو راهم صغار، البلا كبير شويه. انا هذا البلا يعجبني، نحب نطيب فيه يطيب مليح. هنا مش شرط انكم ديروا كيما قلت لكم هذا الفرينه والزيت، تاخذوا ديروا ورق الزبده احسن. راح نديروا هنا ندخلوا يطيب،
على درجه 180 درجه كما قلت لكم ونرجع لكم. هنا شوفوا كيف هاد لا ديكوراسيون تاعها بزاف هايله هكذا. ها هنا شوفوا الكروكي كيفاه تنفخ، هنا كيما شفتوا تنفخ مي مازال بيض. هنا راح نطفي عليه من تحت وراح نشعل من فوق باه يدي اللون الذهبي من فوق. هذه هي بعد ما طابت شوفوا، انا نبدا نقسم فيها وهي سخونه، وهي سخونه تبدا تقسمي فيها يعني هكذا. الشكل تاع الكروكي كيما نعرفوا حنا مي قسميه وهي هنا بعد ما قسمتهم كامل شوفوا هنا درت لهم هذا هو الشكل تاعهم تاع الحبه تاع الكروكي. قسمتهم كامل كيف كيف هكذا كيما كانوا وقلبتهم لهذه هذا الوجه. صافي انا دوك راح نحمر هذه الجهه من فوق، راح نشعل عليها الكويزينيير من فوق خليها تحمر، اون فوا تحمر راح نقلب الحبه هكذا وخلي. وهنا صاي شوفوا الكروكي تاعي ديجا هاو يعني هاو طاب نسمو هكذا صاي هكذا. شوفوا هنا الكروكي تاعي ديجا طاب من جهه يعني كيما نقولوا دا اللون الذهبي منا من هذا الكوتي، راح نقلبها ندير هذا الكوتي الثاني يعني يكونوا دو كوتي هكذا يكونوا فيهم المحمرين، راح نقلبهم كامل بنفس الطريقه يعني حاولوا انكم تخدموا غير بشويه لانه ديجا سخون الكروكي تاع هكذا. راح نقلبهم كامل بهذه الطريقه راح يجوا محمرين يعني والمذاق تاعهم تحسيهم يعني تعطي لهم قوه هذا هذا اللون الذهبي اللي منا ومنا هكذا بهذه الطريقه. راح ندخلهم كوزينير كيف كيف راح نمد لهم اللون الذهبي بعد ما طاب الكروكي وصاي. شوفوا هنا هذا هو الشكل النهائي تاعو زعما ما شاء الله تحفه يعني اللي قلب طول اللي قلب مشروع تحبي ديري مشروع هكذا يعني تربحي الدراهم منه والله يعني مشروع مربح ووصفه ناجحه 100%. هذه هي البنات تنساوش تدعموني بالجيم لا فيديو، ديروا الجيم لا فيديو او ميم طون يعني بارطاجيو لا قناه هاك يعني باه تكبر القناه تاعي. ونتمنى ان نفيدكم بدي غوسيت اكثر. هذه الوصفه تاع نهار اليوم، خليكم البنات في رعايه الله في فيديو جاي ان شاء الله ومع السلامه.